لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أنا خلوني نتوبخ، أنا أصلا في وقت العملية الجنسية في هذيك اللحظة نزهر، أنا من وحش أنا كحمار الليل ندير هذيك ويحرمك منها. بغيتني أنا نخرج لك مع العربي كحل الراسك ويهلا الداوي أيا فشلق المشقوق البرقوق التقتق البقبوق. لا أريد من بالدراهم لا أريد عق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهاردة عن ريبيكا الجزائرية، وهنعرف هل هي فعلا متحولة جنسيا وما هو اسمها الحقيقي. تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف التفاصيل، ويلا بينا على الفيديو. ديفيكا ريبيكا أو ريبيكا الجزائرية واحدة من أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، تحصد فيديوهاتها ملايين المشاهدات، يتابعها الملايين من الجزائريين والعرب. سر نجاحها وحب الناس لها هو طيبة قلبها وبساطتها وخفة دمها والمواضيع المثيرة التي تتطرق لها أحيانا. حاورنا نجمة السوشيال ميديا اللبنانية الجزائرية الأصل ريبيكا، التي فتحت قلبها لنا وكشفت حقيقتها التي لطالما كانت سرا بالنسبة لمتابعيها. ريبيكا اللبنانية أو ديفا ريبيكا من أكثر نجمات السوشيال ميديا متابعة، لكن متابعيك في حيرة فيما يتعلق بجنسيتك، هل أنت جزائرية أم لبنانية؟ أجابت: أنا لبنانية الأصل من منطقة الناقورة، ومن أم جزائرية من منطقة سيدي عيش بجاية. وعند سؤالها: تعرضت مؤخرا لهجوم عنيف من بعض الدخيلات، ما سبب الهجوم المتكرر عليك؟ هل اتخذت إجراءات قانونية ضد من هاجمك؟ أجابت: اتخذت إجراءات قانونية في باريس مقر سكني ضد جميع من شتمني وشهر بي، أما سبب الهجوم علي فبسبب نجاحي الكبير وعدد المتابعين الذي يعد بالملايين. وعند سؤالها: يشبهك البعض بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي لأنك أجريت عددا من عمليات التجميل، ما العملية التي تفكرين بإجراءها مستقبلا؟ أجابت: شد الوجه كاملا والأنف للمرة الثانية. وعند سؤالها أيضا: ترعرعت في الجزائر البلد المسلم المحافظ، لكنك تمردت على العادات والتقاليد وتكلمت عن عملك في ملهى ليلي والتحرش بك جنسيا، أخبرينا قليلا عن هذه الأمور. أجابت: نعم، عشت في الجزائر بضعة سنوات خلال فترة مراهقتي أواخر التسعينيات وبداية الألفينيات متمردة. نعم، أنا لأنني أعرف جيدا حقوقي، الفرق بيني وبين الآخرين الذين يحاولون النجبة بي أو الذين يشبهونني، إني متصالحة مع نفسي وأقول الأشياء كما هي من دون فلتر، بينما الآخرون يلفون ويدورون كالحرباء، يعني متصنعين. تركت لهم ورقة التطبع بالشرف والدين، أنا كما أنا، ليحبني من يريد ويكرهني من يريد، آخر همي ياكلوا خرى. ونعم، عملت في ملاهي ليلية في شبابي لأنه لم يكن لي مكان ألجأ إليه وقتها،
أما الشارع أو بيوت الدعارة والخيار يعود لك. وعند سؤالها هل أنت ممنوعة حاليا من دخول الجزائر وهل ما زال هناك اتصال بينك وبين عائلة والدتك رحمها الله، أجابت لست ممنوعة من دخول الجزائر إطلاقا، وعلاقتي بعائلة والدتي قطعت منذ زمن بعيد. أما عائلة والدي اللبناني يسكنون في نفس العمارة التي أسكن فيها. وعند سؤالها الجزائريون يعشقونك لخفة دمك، لكن في نفس الوقت عبارات السب والشتم التي تطلقينها في فيديوهاتك تجعل البعض ينفر منك، هل ستتوقفي عن الشتم خلال شهر رمضان؟ أجابت رمضان خط أحمر وضحكت، سأبقى على طبعي بعبارات تتناسب مع الشهر الفضيل لكن لن أغير شخصيتي. وعند سؤالها تزوجت مرتين سابقا وطلقت وحاليا مرتبطة بشاب أفغاني الأصل، ألم يهددك في يوم من الأيام بهجرك من كثرة المشاكل وهجوم الجميع عليك؟ أجابت لا، زوجي الأفغاني يحبني ويفتخر بي وبقوة شخصيتي ويتحمل كل الهجمات معي ودافع عني عدة مرات وأنا أحبه كذلك. وعند سؤالها عندك جماهيرية كبيرة، ألم تفكري في إنتاج خط مواد تجميل خاصة بك؟ أجابت لم أفكر في إنتاج مواد تجميل لأن كل النجمات تتاجرن حاليا بمواد التجميل والعدسات، ولكن هل سيتذكرهن التاريخ؟ أنا أقول الحقيقة، أنصح النساء العربيات بالتحرر، أظن أن التاريخ سيتذكرني. وعند سؤالها أفكارك متحررة كثيرا ولا تتناسب في العديد من المرات مع تعاليم الدين الإسلامي، ما رأيك في المساكنة وممارسة الجنس قبل الزواج؟ أجابت لست ضد المساكنة ولا ضد الجنس، لا أحرم ما فعلته أنا في الماضي ولست بالقاضي كي أحاسب، كل حر في اختياراته. نعم أنا متضامنة مع المتحولات وأحبهم لأنهم لا يأذون أحد. وبس كده يا جماعة نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.